يعني يبدو كده ان درجات الحراره هتفضل منخفضه حتى نهايه الاسبوع، فتعالوا نروح لدينا شرف مره تانيه ونطمن منها. دينا، ايه الاخبار؟ فعلا هطمنك بالتفصيل دلوقتي يا احمد وكل مشاهدينا عن احوال الطقس بالتفصيل. النهارده في انخفاض في درجات الحراره، وفي طقس هيكون بارد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء. هيكون دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد، وهيكون مائل للبروده على شمال الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون شديد البروده على كل الانحاء. كمان النهارده هيكون في امطار خفيفه الى متوسطه على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء، وكمان هيكون في امطار خفيفه على الوجه البحري ونشاط رياح على اغلب انحاء الجمهوريه. قبل ما نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره، خلونا نروح لدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. الجو برد فعلا. بالفعل احنا لسه مستمرين في انخفاض درجات الحراره، مستمرين في الاجواء الشتويه البارده على كافه انحاء الجمهوريه. بالفعل الطقس خلال فتره النهار شعورنا بيه بيكون بارد على سواحلنا الشماليه ومحافظات الوجه البحري القاهره الكبرى حتى شمال الصعيد، بيكون دافي على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فتره النهار. مع دخول ساعات الليل طبعا درجات الحراره بتنخفض بشكل ملحوظ جدا، والطقس بيكون شديد البروده، ممكن نقول كمان قارس البروده في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. الصغرى بتوصل ل 8 درجات على القاهره الكبرى، خاصه كمان ان في نشاط. احنا عشنا الاجواء دي النهارده الصبح. بالفعل خاصة كمان نبقى في طبعا نشاط للرياح، اليوم سرعات الرياح ما بين 30 وال 40 كيلو متر في الساعة، دايما نشاط الرياح بيزود احساسنا اكثر بانخفاض درجات الحرارة، نحس بقيم درجات حرارة اقل كمان من اللي احنا بنقولها او بنذكرها. يعني احنا اليوم متوقعين العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية، مع نشاط الرياح هنحس بيها كمان اقل من 16 درجة مئوية، بالإضافة إلى إن اليوم كمان في تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، بيصاحبها طبعا فرص لسقوط الأمطار. الأمطار دي هتكون خفيفة المتوسطة على السواحل الشمالية، كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري. كل ما تقدمنا للداخل فرص الأمطار بتقل وكميتها بتقل، فهتمتد خفيفة لجنوب الوجه البحري. يمكن الأجواء الشتوية دي زي ما احنا كنا لسه مستمرة معانا لحد امتى؟ اه ده السؤال اللي الناس كلها بتسأله. بالفعل هي مكمله معانا يمكن اليوم الاربعاء القادم ان شاء الله، مستمرين في انخفاض درجات الحراره الملحوظ مع نشاط للرياح. ابتداء من يوم الخميس هتبدا تدريجيا درجات الحراره ترتفع، يعني احنا متوقع الخميس القادم العظمى هتكون 19 درجه مئويه على القاهره الكبرى، بالاضافه كمان ان في اعتدال في حركه الرياح، فتبدا الاجواء تكون دافئه خلال فتره النهار باذن الله. وكمان الشبوره المائيه هتعود مره اخرى بالظهور على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه ابتداء من الخميس القادم، وتدريجيا ان شاء الله حتى بدايه الاسبوع المقبل تبدا درجات الحراره ترتفع. ايام بتفصلنا على نهايه فصل الشتاء وبدايه فصل الربيع، هل في مع بدايه فصل الربيع هيكون في نشاط للرياح المثيره للرمال والاتربه زي ما متعودين؟ وكمان عايزين نطمن على حاله البحر. هو احنا بالفعل ان شاء الله فصل الشتاء هينتهي 20 مارس ويبدا معاه فصل الربيع 21 مارس، يعني الاسبوع المقبل. الى الاسبوع المقبل ان شاء الله ما فيش اي نشاط للرياح مثير للرمال والاتربه، فقط نشاط الرياح على مدار هذا الاسبوع هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره. بالاضافه الى ان كمان نشاط الرياح هيؤدي بالفعل لاضطراب حركه ملاحه بحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، ارتفاع الامواج بيكون ما بين 2 ل 3 متر وغير مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه. ان شاء الله كمان مع نهايه الاسبوع مع اعتدال حركه الرياح هيحصل اعتدال في حركه الملاحه البحريه. اخر سؤال والناس كتير بتساله كامهات، ايه النصايح اللي ممكن نقدمها للمواطنين وطلاب المدارس كمان اللي بينزلوا بدري، خصوصا الاطفال الصغيرين يعني في سن بيبقى صغير جدا ما بيستحملش التغيرات الجويه دي؟ بالفعل النصيحة الأساسية والمهمة في الفترة دي هو عدم تخفيف الملابس، بل بالعكس ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل والطلبة رايحين الجامعات أو المدارس، لأن الوقت ده الطقس بيكون فيه شديد البرودة. بالإضافة إلى طبعا احنا مش عاوزين ننخدع تماما في الأجواء اللي هتبقى فيها استقرار أو دفء في حالات طبعا مع نهاية الأسبوع، لأن لسه الأجواء خلال فترة الليل بتكون شديد البرودة، فاحنا ما نخففش ملابسنا، نستمر في ارتداء ملابس شتوية خلال فترة النهار وخلال فترة الليل.
بالاضافه الى المتابعه الجيده للنشرات الجويه، ده شيء مهم جدا في الفتره دي، لان الفتره دي تقلبات حاده وسريعه في حاله الجو، ودايما قبل ما اخرج من البيت اعرف ايه الظروف الجويه المختلفه وابدا اتعامل معاها. انا هزود على حضرتك كمان ان احنا يعني اللي اهتم جدا ان اولادنا الصغيرين لازم يكونوا بيرتدوا الكمامه، بتفرق جدا في التغيرات الجويه من الاماكن المختلفه اللي بيتنقلوا ما بيننا. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 16 والصغرى 9، الاسكندريه 15 10، مطروح 15 10، سيوه 18 7، بورسعيد 15 9، دمياط 15 10، الاسماعيليه 16 8، السويس 17 9، العريش 15 8، كاترين 13 3، طابا 20 13، شرم الشيخ 21 13، الغردقه 20 12، الفيوم 17 7، بني سويف 17 8، والمنيا 18 6، اسيوط 17 5، سوهاج 20 10، قنا 22 10، الاقصر 22 11، اسوان 23 11، الوادي الجديد 22 10، شلاتين 23 13، واخيرا حلايب 25 14. الاجواء البارده مستمره معانا حتى يوم الاربعاء القادم باذن الله، بعديها من يوم الخميس تبدا ارتفاع في درجات الحراره ملحوظ درجتين او ثلاثه، لكن سرعه الرياح هتقل فمش هنحس ببروده الجو بالشكل ده اللي احنا عايشينه اليومين دول. برجع مره ثانيه لاحمد وجمانة علشان نكمل معاكم فقرات صباحيه مصر. شكرا لك يا دينا، والشكر طبعا لضيفتك الكريمه. شكرا.